سورة خلق آدم أصلاً جايبة من سورة الرسمة بتاعت مايكل أنجلو اللي رسمها في كنيسة الفاتيكان، والصورة اترسمت سنة 1511، والصورة دي يعني يكفي عرضها رد عليها وعلى قباحتها، إنه يعرضوا صورة لربنا سبحانه وتعالى، وصورة للملائكة، وصورة لآدم، وأصل الصورة عاري تماما، آدم عليه السلام اللي تحت في الصورة. والأسوأ من ذلك التبرير بتاعه لما سألوه أنت ليه وضعت الصورة دي، كذب الله يدينا حاجة من التبرير حقه. الجوامع قامت وكفرت والناس تكلموا والمرابط تكلمت، هل الصورة دي أول مرة تظهر في الكتب في السودان؟ الجواب لا، ما أول مرة تظهر. دقيقة بس الحقيقة شوف، هو مبسوط وديك بيستولف في راسه كده متكيفة المعاو، المعاو دي مبسوطة وبتلولح في راسه، يعني انه الصورة دي ظهرت قبل كده في المنام، قول ظهرت يعني صح ما غلط، قال درسوها في الفنون في الجامعة الإسلامية يعني صح، هي ما في الدين ذاته ما في حاجة اسمها كلية فنون، ما في ذات كلها من الغلب الباب بتاع الآخرة كلها حرام، ما في حاجة اسمها كلية فنون، عشان ما ترسم ارسم لنا في أصنام ويقول لك أنا فنان، يا أخي أنت بترسم في صنم، يا أخي صنم يعبد مع الله عز وجل، يقول لك لا ده فنان، فنان بتاع شنو؟ فأصلا ده ما مبرر لك. ثم ثانيا كونه تكون في كتاب بتاع منهج الفنون، ده منهج خاص بكلية محدودة، والزول الداخل ليه ده أصلا داخل لكلية الفنون وعارف ما فيها، لكن انت جايبه لتلاميذ أولاد صغار، يعني أقلها الكبير ده لما تعرض له صورة زي دي وفي الفن بتاعه والدوشة دي في النهاية بيقدر يميز ويعرف عقيدته، لكن انت عارضة لنشئ صغار عمرهم 11 سنة وتجي انت تشبههم بما عرض في كليات دراسية لناس كبار، ناس راشدين. خلي باقي كلامه ده ما دارينه. طيب الصورة دي حاول يبرر، قال نحن وضعناها، الجزئية دي من كلامه فيه، لو في الدين لا عليك الله، انا داير تبريره ده، انا داير افند لانه ده المهم. بل الحقيقة في عدة كتب بتاعت تدريس الفنون في المدارس ظهرت فيها الصورة دي، منها كتاب بتاع الفن في عرض النهضة وفي الصورة دي ذات، ممكن الناس بعدين يشيلوها ويشوفوها منه. في كتاب تاني اسمه كتاب الفنون ما بين الحضارات القديمة والحديثة، وبرضه في الصورة دي في صفحات 315 و316، وأنا اتصلت بالأستاذ الدكتور اللي بيدرس المادة دي وسألته أنه المادة دي لما بيدرسها ويرجع الطلبة للمرجع لا الفيه الصورة دي في صفحة 315، هل حصل في واحد من الطلبة أو من أهلهم أو كده قال له يا أخي دي صورة خلق آدم وده والكلام ده كفر؟ قال لي بدل ما حصل. طيب دقيقة يا حمد، ده يا اخواننا التبرير بتاعه. طيب التبرير بتاعه كونه ما في حد اعترض من طلاب الجامعات ولا من ذويهم، ده اعتراض ما مقبول من انسان بيشتغل شغل مهني، شغل منهجي. انت ما بتبني قبول المنهج ورفضه على ردة فعل الناس عليه وبعدين شنو؟ لا ابدا. بعدين انت تعرف الصورة دي شنو؟ وتعرف تاريخ الصورة وفي اي سؤال ربنا وسأل الملائكة وسأل سيدنا آدم عليه السلام، انت بتخطها في المناهج وبعدك تشوف ردة الفعل شنو؟ ده شغل بتاع استهبال،
ده استهبال. ما انت ما بتنتظر ردة الفعل، انت الموجه للطلاب وانت اللي بتقيم شنو اللي بيصلح للطلاب بمسؤوليتك وبخوفك من ربنا. ده لو بيخاف من ربنا، مش بتمشي تسأل بالورا تقول له يا اخي ها في زول اعترض ولا ما في زول اعترض؟ طيب ده اللي بيعترضوا علي ليه؟ ده مبرر ميت جدا. بعدين لاحظ الزول ده لما عرض الصورة قال مايكل أنجلو، بيعرف فيه مايكل أنجلو في صفحة 44، قال كان معماريا ماهرا ونحاتا مبدعا وشاعرا مبدعا، وقد اشتهر بالرسومات الدينية مثل لوحة خلق آدم ولوحة موسى ولوحة داود. متعمد ولا ما متعمد الكلام ده؟ انت بتزكي فيه وبتثني عليه. ما قلت كان كافرا كبيرا، نحن قال لا كم شوية بتريح قلبنا. لو قلت كان معماريا ونحاتا وكافرا كبيرا كان احنا بنرتاح، لانه ده اساء لديننا. مفترض تعلق عليه يا اخي ادنى تعليق. لو كان عندك خوف من الله وعندك احترام لربك الخلقك، لو عندك ادنى احترام لربك الخلقك علق على الصورة تحت. ده لو انت رضينا لك تجيبها، علق عليها قول وهذه الصورة رغم انه لوحة جمالية لكن صورة كفرية والراسمة ذاته كافر لعنة الله عليه. ده كان شوية بتبرد قلبنا. لكن انت اصلا جايبه ليه؟ واسوأ من كده وشوفوا المكر والخبز. الراجل ده قال نحن عرضنا الصورة دي وما كاتبين تحتها اي تعريف ولا اي شرح. انتبه، ده داري يبرر بي قدام الناس انه انا ما مذنب كونه انا وضعت الصورة من غير شرح وتعريف. طيب كلامك ده انت دار تبرر بي نفسك من الذنب من الكفر اللي انت عملته، لكن وقعت نفسك في خلل منهجي بيطعن في اهليتك انت للمنصب ده ذاته. لانه ما ممكن انت كرجل صاحب مناهج تخط لك صورة من غير هدف. طيب الطالب ما حيسأل الصورة دي خدت لنا هنا ليه؟ جات برا؟ اتلصقت في الكراس براها؟ في الكتاب؟ لا، جات هنا ليه؟ الهدف منها شنو؟ قال ما كاتبين على أي حاجة، وده كذب. أرجع لنفس الكتاب الصفحة، نفس الكتاب الصفحة 53، كاتب بالرجوع إلى الإنترنت. لاحظ مع انه هاجم الناس رجعوا للانترنت وقال في ناس رجعوا للانترنت وجابوا الصوره عاريه وجابوا فيها التعريف انه ده ادم وداك الله الفوق وكده، هاجمهم. في نفس الوقت هو صفحه 53 ما خدته تحت الصوره ذاتها، جابوا بعديها من صفحه 45 ل 53 بعديها بثمانيه صفحات قال بالرجوع الى الانترنت اكتب مقالا عن النهضة في الفنون في إيطاليا. النهضة في الفنون في إيطاليا، أول ما تكتب النهضة في الفنون في إيطاليا حيظهر لك طوال الفيديو بتاع الصورة دي وفيها شرح صوتي إنه الجزء الأدنى من الصورة آدم في وقت خلقه، والجزء الأعلى من الصورة الخالق وحول الملائكة، وتكاد أيديهما أن تتلامس بالصوت. شوف رجعك لي في صفحة كم؟ في صفحة 53، ويجي يكذب في وكالة سونا ويقول نحن ما كتبنا حاجة. كيف ما كتبت حاجة؟ كيف ما كتبتها؟ لكن كتبها لك بعيدة عشان يجي يعتذر يقول لك أنا خطيت الصورة من غير ما أكتب عليها. وأنت لما ترجع للمرجع اللي قالوا لك هناك قال الصورة احنا قطعنا محل العورة، حتمشي تجيبها بعورتها لأنه رجعك له. وهل يا اخواننا في المناهج التعليمية بتاعة طلبة في الأساس زي بلدنا نحن بنرجع الطلبة للإنترنت؟ هل ده شغل مهني؟ هل من المناهج نرجعهم للإنترنت؟ في ناس في بلد ما بعرفوا إنترنت ذاته، كهرباء ما عندهم أصلا، بل اغلب القرى البعيده النائيه من السودان ما عندهم كهرباء. كيف يرجع للانترنت عشان يشوف جزء من المقرر الواجب عليهم؟